أصدقائي، معكم سامو. طبعا هذا الفيديو أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان، اليوم الفيديو راح يكون فيديو نار، فيديو حماسي. طبعا يا أصدقائي، اليوم بيكاكس دي أعطتنا إحنا اليوتيوبر البدلة الجديدة تبع جليتش، فيب يا أصدقائي بهذا الفيديو راح أجربها معاكم. طبعا أنا شفتها بالتسريبات فقط، فاليوم أريد أجربها معاكم يا أصدقائي ونشوف ميزتها قوتها وشكلها، وأذا راح نجربها في الكريزي ران ونشوف كم وقت أو كم ثانية راح نستغرقها على مود نعبر الكريزي ران بالكامل. فالفيديو راح يكون نار يا أصدقائي، وحاليا تتساءلون وتشوفون الغريب بحسابي. طبعا يا أصدقائي، بيكاكسي أعطتني أو وصلني تطبيق الروبوت. طبعا يا أصدقائي، قبل شوي نزلت لكم فيديو عن تطبيق الروبوت وهو نزل للجميع، وإذا لسه ما وصلكم يا أصدقائي تطبيق الروبوت، فهي مجرد وقت، مجرد ثواني، فهو راح يوصلكم في أي لحظة. يا أصدقائي، إذا تريدون تعرفون أشياء أكثر عن هذا التطبيق والسبب ليش ما وصلكم، روحوا شوفوا الفيديو، راح أخلي لكم الرابط بالتعليق المثبت. وأيضا يا أصدقائي اللي نزلهم تطبيق وما يعرفون كيف يحصلون على الجواهر والجوائز وهذه المكافآت، طبعا يا أصدقائي أنا صورت لكم فيديو، هو راح ينزل بعد شوي، بس يخلص تحميل وأخلص بعض الإجراءات وأنزله لكم يا أصدقائي. فبس فعلوا الجرس، ويا أصدقائي إذا تريدون تشوفون شكل وميزة هذه البدلة لازم تشاهدوا الفيديو للأخير. وأظن يا أصدقائي قبل ما أبلش هذا الفيديو، بليز لا تنسوا تحطوا لايكات وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. هذه الحركات ما راح تكلفكم إشي، وإنما راح تدعمني على مود أنزل لكم فيديوهات أكثر. وأيضا يا أصدقائي، انشروا هذا الفيديو مع أصدقائكم بجميع مواقع التواصل الاجتماعي. وبس هسه خلونا نبلش بالفيديو، سو ليتس جو. طبعا يا أصدقائي، بيكاكسي أعطتنا إحنا اليوتيوبر أول شيء على المود نقدر نصور لكم أو ننشأ محتوى ونعرضها لكم في فيديو، فعرفتوا كيف؟ فهذا هو السبب يا أصدقائي، فلا تزعلوا، هي راح تنزل عندكم. فصراحة أنا ما أدري كم سعرها، إذا هي بشحن أو جواهر، لأنه بيكاكسي أعطتني إياها. هسا يا أصدقائي خلونا نروح ونلبس البدلة. So, okay. اوكي خلونا ننزل شوي تحت ايضا. او ماي جاد، البدلة شوفوا كيف شكلها، الوان حمراء. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. هسه البنطلون او السروال تبع البدلة، طبعا يا اصدقائي هذا هو السروال. حاليا القبعة، طبعا يا اصدقائي افضل انه ما البس القبعة، لكن اوكي خلوني ما البسها. شوفوا يا اصدقائي هذا شكلها بالقبعة، لكن انا راح اشيله، افضل اشيله صراحه. والجلافز اتوقع ضروري لازم نلبسهم. او ماي جاد، شوفوا يعني طلع هيك اشياء، عرفتوا كيف؟ واو هيك نار. واو يا اصدقائي هسه خلونا نلبس الحذاء. اوكي هذا هو الحذاء. وهسه الحقيبه يا اصدقائي، هذه هي الحقيبه. او ماي جاد، هذه هي البدله. هسه خلونا نروح ونشوف شكلها. واو واو، او ماي جاد 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 او ماي جاد، ما راح اخلص او ماي جاد صراحه. شوفوا واو، اكثر شيء عجبني البلوزه والبنطلون يا اصدقائي، وشوفوا تطلعها يعني هيك، شفتوا كيف طلع نار يا اصدقائي، شفتوا كيف؟ يلا هسه يا أصدقائي مستعدين نشوف ميزتها وقوتها الخارقة. على حسب التسريبات هذه من أقوى البدلات في بي كي اكس دي كلها. يلا 1 2 3. او ماي جاد يا أصدقائي، مثل ما شفنا بالتسريبات، شفتوا أول ما نضغط على الميزة، شوفوا أول ما نضغط هيك، شفتوا واو يطلع مثل هيك، واو تجنن. وطبعا يا أصدقائي تطلع هذه الأشياء مثل بدلة التزلج، لكن تختلف في القوة وفي الشكل، لا الألوان. أو ماي جاد، سوري إذا كنت أخربت، لأنه صراحة أنا حاليا عاجز عن القول وعن الكلام، السبب أني حاليا منصدم من الشيء اللي قاعد أشوفه قدامي. أول شيء يا أصدقائي ميزتها القفز العالي والسرعة العالية. طبعا يا أصدقائي سرعتها مثل البدلة السريعة يب تقريبا، والقفز يا أصدقائي مثل هذا مشروب الطاقة يا أصدقائي بالضبط.
فهذه هي قوة البدلة. طبعا راح اقيم حاليا البدلة راح اقيمها 10 من 10 يا صقل، لانه تجنن تخبل. والشيء اللي عجبني فيها يا صقل هو نقدر نوقفها ونستعملها وقت ما نريد. هسي يا صقل خلونا نروح ونجربها في الكريزي ران. سو ليتس جو، خلونا هسه ندخل على الروبوت. وطبعا يا اصدقائي اكيد لهذه البدلة لها قصة طويلة، ان شاء الله قريبا رح نعرف هاي القصة ان شاء الله. هسه خلونا ندخل على الكريزي ران. سو ليتس جو ونشوف كم ثواني رح نستغرق على المود نعبر الكريزي ران. سو ليتس جو. هسه يا اصدقائي دخلنا على المود نلعب. يلا يلا يلا. اوكي اوكي 1 2 3. طبعا انا حاليا مستخدم قوتها. اوكي خلوني اوقفها. شفتوا حتى لو نوقفها يعني هيك بنضل سريعين، انتم متخيلين؟ او ماي جاد شوفوا، واو شفتوا بس بقفزة واحدة فقط. لا مو هذاك الباب، يمكن هذا. لا مو هذا. اوكي هذا يا اصدقائي شفتوا، لما نشيل الميزة تروح القفز وانما السرعة تضل. فا اوكي اوكي مو هذا الباب، هذا الباب. شوفوا قفزتها عالية، شوفوا في ثواني وصلنا لهون. اوكي طبعا يا اصدقائي انا حاليا لساتني ما معتاد على البدلة، فلهيك يعني يمكن استغرق وقت اطول، لانه صراحة اول مرة اجرب البدلة. فبس اوكي يا اصدقائي عرفتوا كيف. فأما البدلة يعني هي سريعة وقفزها عالي، فيب اوكي اوكي اخذنا 450 كوينز و90 تيكت. لحظة نشوف كم استغرقنا. استغرقنا يا اصدقائي حوالي 51 ثانية، يعني ما يقارب دقيقة، فيعتبر رقم كويس. او ماي جاد وصلت 10000 تيكت في بيكاكس دي، فيعتبر رقم كويس. ومثل ما قلت لكم يا اصدقائي انا اول مرة اجرب البدلة، فلساتني ما معتاد عليها. فا اوكي وطبعا يا اصدقائي هذه هي بدلة جليتش المنتظرة. طبعا يا اصدقائي هي راح تنزل عند بقية اللاعبين قريبا في هذا الاسبوع. فمثل ما قلت لكم بيكاكس دي هي اعطتنا اياها احنا اليوتيوبر على المود، نراويكم اياها اول شيء، وبعدها راح تنزل عندكم إتو. ولما راح تنزل يا اصدقائي راح اخبركم اكيد. وطبعا يا اصدقائي قيموا لي البدله تحت بالتعليقات. وبس هذا كان هو فيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. وبس مع السلامه، باي باي، السلام.